نتمنىكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله فيديو جديد ووصفه جديده. في الوصفه ديال اليوم ان شاء الله غادي نديروا واحد لي مادلين اللي غادي نسموهم كيكونوا نص بالشكلاط ونص كنخليو العجينه بالفاني. نبداو ان شاء الله بالمقادير. عندنا جوج بيضات، 125 مليلتر ديال الزيت، 125 مليلتر ديال الحليب، 110 غرام ديال السكر، فاني، معلقه كبيره ديال الخميره ديال الحلوه، نص حامضه اولا جوج معالق كبارين ديال العصير الحامض، قشره ديال حامضه وحده. وهنا عندنا جوج معالق ديال كبارين ديال الكاكاو المر، وعندنا معلقه كبيره ديال الحليب ومعلقه كبيره ديال الزيت. هاد الكاكاو وهاد المعلقه ديال الزيت ومعلقه ديال الحليب هادو غنخليهم حتى التالي حتى نبغيو نكهو لواحد الثلث ديال العجينه. دابا نبداو ان شاء الله ناخذ واحد البول. هاد العجينه هادي ساهله، ما كنحتاجو لا طراب كهربائي لا حتى شي حاجه، وكتجي منفوخه ومفشفشه غزاله. ناخذ جوج بيضات، غنديروا لهم سكر سنيده. نسيت ما قلت لكمش الطحينه دابا حاجه باينه. نطربوا هاد السكر مع البيض، خلصنا هاد السكر مع البيض، ما كنحتاجوش شي تطراب ولا، غير نشوفوا داك السكر دخل مع البيض صافي. نزيدوا الزيت، نخلطوا هاني. نضيفوا الحليب، الفاني، قشره ديال الحامض. قشره الحامض تقدروا تستغناو عليها تخليو غير نكهه الفاني، ولكن كيعطيها واحد المذاق مزال. ماركو عارفين الليمون كيتماشى مع الشوكولا بزاف. نزيدو العصير ديال الحامض، هنا غادي نبقاو نزيدو في الطحين تدريجيا اللي راه عندنا مغربل. انا الطحين كندير عيني ميزاني صراحه الله، حتى كنحصل على داك القوام ديال الكيك اللي بغيت. وما نساوش الخميره، معلقه كبيره ديال الخميره ديال الحليب. هنا من بعد ما دخلنا الطحين في الكيك، هذا هو القوام اللي خصنا نحصلوا عليه، يعني ماشي جاريه وماشي قاصحه. ما خصكمش تجريو العجينه، حيت الا جريتيوها عرفوا راه ملي غتدخلوها للفران غتنفخ تنفخ، ولكن ملي تخرجوها من الفران غادي تفش وغادي تجي مدقصه من الداخل. يعني القوام يكون ديال العجينه بهذا الشكل هكا، ما هو جاري ما هو قاصح. ناخذ واحد الجزء منه، ناخذ واحد الثلث، غادي نزيدو له ديك جوج جوج معالق كبارين ديال الكاكاو المر، وغنزيدو له معلقه كبيره ديال الزيت، حيت الكاكاو داير حتى هو بحال الطحين، رغم ملي كتزيدو على العجينه كيتقلو، فخصنا نزيد كيتقل العجينه، فخصنا نزيدو له حتى هو الطحين الزيت والحليب. هنا معلقه كبيره ديال الزيت ومعلقه كبيره ديال الحليب. هنا صافي ملي دخلنا ديك الكاكاو والزيت والحليب في هذا الخليط، هذا هو القوام اللي كنحصلوا عليه. دابا صافي غنبقاو نبداو نديروا هذا الشيء في ليمون. خذوا اي مول مادلين عندكم، ولا تقدروا ديروهم كاب كيك، ولا تقدروا ديروها كاع مسكوته كتجي زوينه. انا غناخذ هاد لي مول هادو على شكل كوكياج، غادي ندهنهم غير بالزبده.
وغادي نبدا نعمر. تعمروش بزاف باش ما يخرج لكمش على المول. الا كنتو كتخافوا من الليمون ديالكم يلصق لكم، ديروا الزبده والطحين. ناخذ بهذه المعلقه هذه باش كناخذ العبارات اكزاكت. غادي نشد العجينه ديال الشوكولا وندير من الفوق، كيجي غزال هاد المادلين هاد. صافي حنا فاش بدينا نصوبو الكيك رحنا او لي مادلين رحنا سخنا ديجا الفران على 180 درجه. دابا غادي يكون سخون، غادي نكملو هادشي وندخلوهم الفران واحد المده ديال 15 دقيقه. اهم حاجه ما تخليهمش كيطيبو بزاف لانهم كيقصحوا، راكو عارفين لي مادلين دغيا دغيا صغيورين دغيا دغيا كيطيبو. ونتلاقاو ان شاء الله من بعد باش نشوفو الشكل النهائي. ها لي مادلين ديالنا من بعد ما خرجناهم من الفران كيجيو رطب غزالين. نعطيكم غير واحد النصيحه، ملي تخرجوهم من الفران ماشي غير بالنسبه لي مادلين، مسكوته كيك اي حاجه صوبتوها، ملي تخرجوها من الفران ما تخليوهاش هكا كتبرد هكا، يعني الريح كيضرب فيها، لا غطيوها بشي منيدل بحال هكا باش كترجع ليها ديك الصاد وكتبقى رطبه. وهكا نكونوا وصلنا لنهايه الفيديو. نتمنى الوصفه تكون عجبتكم وتطبقوها. الى وصفه مقبله ان شاء الله. السلام عليكم.